اليوم تكلمت في الجزء الثاني من المرافعة ديالي والأخير نهيت المرافعة ديالي. تكلمت على التكييف القانوني. الجلسة السابقة كنت تكلمت على الوقائع والقراءة ديال الوقائع. اليوم تكلمت على الخبرة بتفصيل وعلى بعض المؤاخذات ديالنا على الخبرة وبعض الملاحظات. يمكن نقول لكم أنه كان أهمها هو أنه بطبيعة الحال الخبرة ممكنش تحدد الهوية، لكن هذا بقى كلام. اليوم التمس من المحكمة أن تطرح السؤال على الخبراء، هل يمكن في أي حالة من الحالات أن نحدد هوية الشخص من خلال فيديوهات؟ لأن المحكمة لم تطرح هذا السؤال، وبالتالي كل النقاش اللي كان كيتكلم وكيدور أمام وسائل الإعلام على هوية الشخص كان نقاش يمكن نقول ما عندوش سند. اليوم التمسنا من المحكمة أن تطرح سؤال واضح على الخبراء، هل يمكن تحديد هوية الشخص من خلال الفيديو؟ أيضا التمسنا من المحكمة أنه الخبراء سؤال ما طرحتوش عليهم، التمسنا من اليوم أن تطرح سؤال هاته الكاميرات المفترضة التي تدعي الفرقة الوطنية أنها كانت في مكتب توفيق 20 وهو يقول أنها دست له، أين كانت مركبات الكاميرات؟ هذوك لي كابل اللي كانوا كيفاش كانوا كيربطوا بينها وبين الدي في ار وبين لورديناتور؟ كيفاش كان هذاك الشيء اليمونتي بالكهرباء؟ واش هذوك لي كابل كافيين؟ وفين هي الزاوية فين كانت الكاميرا؟ واش هذيك الكاميرا هي اللي كانت كتصور أو شي كاميرا أخرى؟ أيضا طيلة مراحل المحاكمة تكلمت المحاضر ديال الفرقة الوطنية على وجود فيديوهات من 25 فبراير الى 22 فبراير بالدي في ار لم تفرغ. الفيديوهات ما عمرها ما جات، قلنا جيبوا لينا الفيديوهات ديال 8 من 25 حتى 22 فبراير، يجيبوا لنا الفيديوهات نشوفوا، لانه الفيديوهات ماده خام لم تقطع، لم يطلها اي تقطيع ولا تغيير ولا تحويل من الدي في ار الى جهاز اخر الديسك دور. اذا يجيبوها ما جاتش، حنا اليوم 8 شهور ما جابتها الفرقه الوطنيه، ما جابها الدرك الملكي. اذا طلبنا انها تجي وطلبنا واحد العدد ديال الامور وردت في الخبره اللي كتقول بانه الاصوات اللي موجوده هي كويغون. قلنا لهم يفرغوا لنا هذه الاصوات لان حنا ما سمعنا والو، حنا كنا كنشوفوا الفيديوهات المفترض ما كناش كنسمعوا حوار، لكن هما قالوا كاين حوار. اذا هذا الحوار يفرغوه ويشهدوا على صحته ونقراوه باش نعرفوا الحوار اللي كان كاين. اذا فيما يتعلق بالخبره، لانه حنا بالنسبه للخبره لم تضيف اي شيء للملف. الملف كما جاء امام المحكمه في 8 مارس 2018 وحنا اليوم 24 اكتوبر، الخبره ما ضافت حتى شي حاجه، حنا مازالين في نفس الوضعيه، ما اكدت والو، لم تضيف اي وسيله اثبات او اي حجه.